مصدومه وتتخلع اي واحد وقف حداها يعني تترعد وتتخاف وتترجع للور. والضرب بيد من حديد على هذا الشخص هذا اللي قام بهذا الاعتداء الوحشي. يعني بينك تحكي لنا القصه كامله ديال سعاد اللي عندها 12 عام واللي تعرضت للاغتصاب هنا في نواحي مدينه الصويره. القصة من أولها إلى يومنا هذا أنا غادي نحطها لكم جميع الوقائع والتفاصيل. يعني باعتباري مؤثرة إعلامية وفاعلة جمعوية داخل إقليم الصويرة، تلقيت اتصال من أحد الأقارب ديال الطفلة. يفيد هذا الاتصال أن هناك طفلة بجماعة المواريد، يعني ماشي بالضبط الجماعة، واحد المنطقة ما بين جماعة كريمات والمواريد، فيها واحد الطفلة اللي تتبلغ من العمر 12 سنة، تلميذة تدرس بالمستوى الخامس، تعرضت للاغتصاب من طرف مجهول. هذا الشيء اللي جانا في الشكاية. فعلا اعطانا رقم الهاتف ديال الاب ديالها، اتصلنا ربطنا الاتصال بالاب اللي اكد لنا الواقعه وحددنا معاه موعد، يعني داخل المستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويره فين تترقد دابا الطفله. جينا تلاقينا معها هي والام ديالها، صراحه كانوا في واحد الحاله يرثى لها. والغريب في الامر ان الطفله تعرضت للاغتصاب اواخر شهر دجنبر، والواقعة ما تفجرت للرأي العام حتى هاد القريب ديال العائلة قرر أنه يعلنها يعني للإعلام وللمجتمع المدني. كون هاد البنت هادي تنشوفوا أن هاد الشيء ما تفجرش كانت عتبقى هنا حتى توفى، أو حتى يعني أنها تولي شوية ويديوها للدوار ومريضنا ما عنده باس وحتى شي واحد ما ساق ليه الخبر والجانير غادي يفلت من العقاب ديالو. جينا هنايا صورنا مع الام ديالها مع الاب ديالها، كانوا ناس متضامنين، ناس من داخل المستشفى ومن خارج المستشفى. اللي عرفناه هو انه البنت جات في اليوم الاول تتعاني من ارتفاع من السكري داخل الدم، مني شخصوه الاطباء لقوا بان عندها 7 غرام. هذا هو اللي قالوا الاب والام ديالها، قالوا لها راه البنت ديالك راه عندها السكر طالع. البنت ما عندهاش هي السكر نورمالمون، وانما يعني نتيجه داك الضغط العصبي اللي تمارس عليها فهي سكر طلع لها بواحد يعني بواحد الصفه اللي هي خطيره. من بعد يومين الطاقم الطبي يعني من بعد تدهور الحاله الصحيه ديال البنت لقوا بان البنت عندها تعفن على مستوى الامعاء نتيجه هذاك التمزق يعني داكشي اللي وقع لها نتيجه الاغتصاب، فهنا اضطروا انهم يتدخلوا جراحيا لانقاذ الحياه ديالها. فعلا البنت يعني تم الاجراء ديال مجموعه من العمليات عليها، وكانت ديك الساعه تترقد بقسم النساء بالمستشفى. من بعد دابا هاد اليومين هادي حولوها الى قسم طب الاطفال بما انها يعني طفله لا زالت صغيره. من بعد هاد اليومين ما تفجرات القضيه ولله الحمد دخلت السلطات الامنيه مشكوره والدرك الملكي والسلطات المحليه لانهم ما كانوش في خبارهم تماما بالواقعه ديال الاغتصاب. دخلوا جو البارح حجوا الى عين المكان هنا بالمستشفى الاقليمي، خذوا معلومات، خذوا تصريحات ديال الام، خذوا الاقوال ديال الاب، ثم من بعدها رافقوا الاب الى الدوار اللي هو فين ساكنه البنت، دوار تعميم في جماعه المواريد. تما مشاو لعندهم تما وبلغنا انه تم اعتقال 3 ديال الاشخاص من داخل الدوار، هما يعني تقريبا من الاقارب ديال الفتاه المغتصبه ديال سعاد، جابوهم هنا لسيرياس الدرك الملكي. فعلا حنا رافقنا يعني مؤازره الاسره حتى لسيرياس الدرك الملكي، بقينا على برا لقينا بانه يعني الى حدود اليوم مازال البحث والتحقيق جاري مع المشتبه فيهم في قضيه الاغتصاب. نعم يعني دروك تنشوفوا بين البنت يعني الحاله النفسيه ديالها متاثره بشكل كبير هي والعائله ديالها، خصوصا انه دروك كل شيء علامات الاستفهام متجهه نحو المستشفى وكذلك الجاني اللي مازال ما معروف في حدود الساعه. اكيد اكيد الحاله النفسيه ديال البنت متدمره تماما اضافه الى الحاله الصحيه، يعني نقولوا ان الحاله الصحيه والطبيه راه الطاقم الطبي او الطاقم التمريضي راهما تيراقبوها، ولكن نفسيا حنا قمنا بالزياره ديالها. البنت منهاره تماما، فقدات النطق، فقدات الحركه، يعني بقات غير تتشوف ومصدومه وتتخلع اي واحد وقف حداها يعني تترعد وتتخاف وتترجع للور. يعني شنو الرساله اللي بتوصلي انت من لهنا يعني السلطات والناس المشرفين على القضيه سواء الدرك الملكي وكذلك السلطات، شنو هي الرساله اللي بتوصليها من خلال القناه؟ هو صراحه الرساله الاولى تنوصلها يعني للجهات الوصيه اللي هي دخلت على الخط من سلطات امنيه او درك ملكي او سلطات محليه، انهم يعني يبذلوا مجهود اكثر في القبض في القاء القبض على المتهم الرئيسي في قضيه اغتصاب طفله سعاد، والضرب بيد من حديد على هذا الشخص هذا اللي قام بهذا الاعتداء الوحشي على هذه الطفله البريئه اللي صراحه لا حجما لا وزنا لا سنا
تسمح لها انها يتمارس عليها هذا النوع ديال التعذيب الجسدي. ثم رساله نوجهها الى الجمعيات والهيئات الحقوقيه اللي تتعنى بالطفوله باقليم الصويره، وللاسف اللي التزمت الصمت في هذا الملف هذا، ويعني وفضلت انها ترجع اللوركا متفرج وما تدخلش في خط واقعه الطفله سعاد وتخلي الاسره لوحدها، ولكن احنا الحمد لله معها دائما وابدا حتى تاخذ حقها.